بعد أن سألت أحدهم عن العنوان الأبرز لديربي النصر والهلال والذي سيقام مساء الغد على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، أجابني قائلا: إنها البداية الحقيقية لروعة دوري زين والانطلاقة الفعلية لمتعة العين، كيف لا وهي مباراة تسر الناظرين. قالوا عنها بأن الفائز سينهض ويواصل المسير ولن تتوقف عجلته بسهولة، والخاسر ربما يصاب بجرعة مؤلمة تودي به لهلاك موسم، وربما تكون الخسارة جرعة فعلية للعودة من جديد وإثبات الذات، والتعادل سيجعل العالم والزعيم في مأمن، وهنا أقصد المأمن الجماهيري والإعلامي حيث سيجوب الصمت أرجاء الجميع. في النصر يفتقدون للنجم المصري حسني عبد ربه الذي قدم مستويات رائعة مع الفريق منذ بداية الموسم. عطيف ربما يكون البديل، وإن كان كذلك فهي فرصة حقيقية لعبده بأن تشرق شمسه من جديد. في الهلال يبدو أن الفريدي سيكون أساسيا، وإن كان كذلك فإن قدم فرد الهلال في اللقاء مستواه المعروف لربما سيكون التجديد في نفس الليلة. فارس نجد والموج الأزرق، العالمي والزعيم، إنها مباراة الظروف المتشابهة، فمن يظفر بالديربي الأول، نصر أم هلال؟ أسفر الخثعمي، الهدف.